بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي 53 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس 8 من شهر جماد الآخرة سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، راجين أن يكون مجلسنا المبارك هذا في مجلس يذكر فيه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، مجلسا عامرا بالخيرات والحسنات وتنزل الرحمات وصلوات رب البريات أضعاف صلاتنا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إن الصلاة على النبي عبادة، أمر عظيم جاء في الآيات، صلوا عليه وسلموا حبا له وزيادة في الأجر والحسنات. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وحديثنا الليلة أيها الكرام موصول بما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية في فصل ترجم له الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. مرت بنا جمل آخرها الوقوف عند دعاء الاستفتاح والصيغ الواردة فيه، ثم يواصل رحمه الله ذكر الهدي النبوي، ماذا يفعل المصلي بعدما كبر ووضع يديه على صدره وقرأ دعاء الاستفتاح، فإنه يشرع في بقية أفعال الصلاة. ساق المصنف رحمه الله في ذلك الهدي النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان يقول بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد دعاء الاستفتاح الذي تقدم ذكره ومر بنا ليلة الجمعة الماضية، وأورد فيه صيغا سبعة أوردها وبين من خرجها، مع ترجيحه رحمه الله للصيغة التي يقرأ بها عامة المصلين: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال: ثم تبدأ القراءة بالاستعاذة قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وقرأ القرآن مبتدئاً بالفاتحة افتتحها بالاستعاذة، يمتثل أمر الحق سبحانه ويتأول الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءت صيغ الاستعاذة التي يقرأ بها المصلي أو يقرأ بها المسلم القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة، فيشرع لكل من رغب في ابتداء قراءة القرآن أن يفتتح بالاستعاذة، وهي مستحبة في قول جمهور العلماء، ومنهم من قال بوجوبها قبل قراءة القرآن. فإذا تعوذ فهاهنا صيغ في الاستعاذة المشهورة والمتداولة داخل الصلاة وخارجها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه صيغة ويقرأ بها داخل الصلاة وخارجها،
والذي روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيغة الاستعاذة ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وفي رواية كان إذا دخل في الصلاة يقول، وجاء بالحديث: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. ثم قال: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وبعض أصحاب السنن وإسناده صحيح. فالحديث صريح في ذكر الاستعاذة في الصلاة، لأنه في رواية قال: كان إذا دخل في الصلاة، فأثبت قراءة الاستعاذة داخل الصلاة بالصيغة التي سمعت. يقول: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. ثم بين معاني الكلمات الثلاثة، قال: همزه الموتى، يعني وخز الشيطان وما يكون به خنقه الذي قد يموت به. قال: ونفثه الشعر، لأن الله عز وجل ذكر أنها أيضا من سبل الشيطان، لما قال سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال أيضا في نفي هذا عن القرآن، قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم ذكر عقب ذلك بآيات: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون الآية. فقال: ونفثه الشعر. ثم قال: ونفخه الكبر. نفخ الشيطان في ابن آدم هو ما يصيبه من الكبر والعجب، فيستعيذ بالله من مداخل الشيطان عليه ومن أثره عليه، همزا ونفخا ونفثا. فهذه من الصيغ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة، ولك أن تتعوذ بها إذا قرأت القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. هكذا في حديث ابن مسعود. تقدم أيضا بكم ليلة الجمعة الماضية في صيغة الاستفتاح في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، في الصيغة التي فيها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ثم الحمد ثلاثا، فيه أيضا ذكر الاستعاذة. وتقدم بكم أيضا ذكر الرواية في ذلك المجلس، وتارة يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. فهذه أحاديث ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال دعاء الاستفتاح أعقبها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولو اقتصر على قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح ذلك وكفى، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على هذه الصيغة على هذا القدر من الاستعاذة مجردا، إلا في حديث مرسل عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، والصيغة صحيحة يقع بها الامتثال. فمن قرأ دعاء الاستفتاح تعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة 6 مرات أبدا حضرا وسفرا. طيب، انتقل الآن إلى قراءة الفاتحة، والفاتحة بماذا تبدأ؟ بالبسملة. وهل البسملة جزء من الفاتحة وآية منها، أو هي مقدمة لها منفصلة عنها كسائر سور القرآن؟ البسملة في القرآن على 3 أقسام. القسم الأول: بسملة جزء من آية باتفاق القراء والفقهاء، وهي الواقعة في قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا باتفاق أن البسملة فيها جزء من الآية الكريمة. والقسم الثاني من البسملة: البسملة التي ليست آية من القرآن باتفاق القراء والفقهاء، وهي البسملة في كل سور القرآن عدا الفاتحة،
وعد التوبة طبعا لأنه لا بسملة فيها. فمئة وثنتا عشرة سورة من القرآن تبدأ بالبسملة، والبسملة مقدمة لها، ليست آية منها ولا جزءا من السورة باتفاق. والقسم الثالث البسملة في صدر سورة الفاتحة، وهي التي وقع فيها الخلاف، هي آية من سورة الفاتحة أو ليس كذلك، مع اتفاق الجميع على أن سورة الفاتحة سبع آيات على حد قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الفاتحة هي السبع المثاني التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، فهي سبع آيات. فسواء من عد البسملة آية أو لم يعدها، فآيات الفاتحة سبع عند الجميع، لكن الخلاف وقع في عد البسملة، فمن عدها جعل الآية الأخيرة واحدة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يعد البسملة جعل آخر آية آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم إلى آخرها آية. فالمجموع سبع آيات. ولوقوع الخلاف متعلق بها في الحديث رواية ودراية، فمن الحديث ما جاءت فيه الروايات بأن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، ومنها ما جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالبسملة، فلهذا وقع الخلاف، والأمر في هذا واسع. والذي عليه جمهور العلماء وأكثر الفقهاء أن الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يجهر فيها بالبسملة بل يسر بها، فأول شيء يجهر به الإمام أو المنفرد في الصلاة الجهرية من الفاتحة الآية الأولى فيها: الحمد لله رب العالمين، أو الآية الثانية عند من يعد البسملة آية. ومرد ذلك إلى ما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فنصت على أن مفتتح القراءة المسموعة من صلاته صلى الله عليه وسلم هي آية الحمد لله رب العالمين. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم والفقهاء في أغلبهم ومعظمهم. ومع ذلك فإن القول الآخر بالجهر بالبسملة هو أيضا قول معتبر، وعليه طائفة من فقهاء السلف والخلف قديما وحديثا. هذا الجهر بالبسملة وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ونسب إلى أحمد في رواية ليست هي من مشهور مذهبه، لكنها مروية عن عدد من الصحابة كعمر وعلي وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. وقال به من التابعين سعيد بن جبير والزهري ومجاهد وعطاء وخلق من فقهاء الصدر الأول من الأمة، يرون أن الصلاة الجهرية يجهر فيها بالبسملة. فهذان قولان لأهل العلم، وإن كان الأكثر من الفقهاء والعلماء على القول الأول. طيب، وإذا صحت الرواية أو صح القولان، فالوسط الذي يرجحه المصنف الآن أن الأكثر في الهدي النبوي عدم الجهر بالبسملة، ولو جهر بها أحياناً فلا بأس ولا حرج ولا يعتبر هذا خطأ، لكن الأكثر في الروايات والأصح أنها ليست من مواضع الجهر في الصلاة، وهو الذي سيقرره المصنف هنا رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات أبدا حضرا وسفرا. كيف ست مرات والصلوات خمس؟
يقول لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة 6 مرات، ويتكلم على الركعات الجهرية في الصلوات الخمس، عندك ركعتين في الفجر وركعتين في المغرب وركعتين في العشاء، هذه 6 ركعات جهرية. الآن لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة 6 مرات في اليوم والليلة، لوجدت الروايات في هذا كثيرة، وأن من ينقل الجهر بالبسملة عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة 6 مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال، يعني من أبعد البعيد. المحال الشيء المستحيل، وأمحله أشده استحالة. قال هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. الفقهاء القائلون بالجهر بالبسملة، وتقدم أنه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، احتجوا فيها بروايات إن كانت صحيحة فليست صريحة في الجهر بالبسملة، كمثال حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم آنفا، فإنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ومن يرى ذلك ليس حجة يقول ربما كانت الرواية في قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان هذا محتملا في التصريح بأن مفتتح القراءة بالحمد أو بالبسملة، فلم يكن هذا صريحا قاطعا في الدلالة. ومما احتجوا به أن الصحابة رضي الله عنهم لما نسخوا المصاحف كتبوا البسملة وجعلوها فاصلة بين نهاية كل سورة وابتداء التي تليها، وهو كما ترى أيضا ليس دليلا قاطعا ولا ظاهرا في مسألة الاحتجاج بالجهر بالبسملة. فكتابة البسملة في المصحف شيء، وحديثنا عن الجهر بها في الصلاة شيء آخر، فالكل متفق أن القارئ للفاتحة يقرأ البسملة، لكن هل يقرأها سرا كالاستعاذة أو يجهر بها؟ فهو يسر بدعاء الاستفتاح ويسر بالاستعاذة، قالوا ويسر بالبسملة ثم يبدأ الجهر من الآية الحمد لله رب العالمين. ومن قال الآية في الفاتحة تبدأ بالبسملة قال هي كسائر الآيات، فيجهر بها بجميعها وأولها البسملة. فهذه أدلة كما ترى، كما قال المصنف، أحاديثها صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. وفي المسائل الفقهية الخلافية إنما يقوى القول ويشتد إذا كان الدليل صحيحا صريحا، فإذا فقد أحد الوصفين ضعفت الأدلة في إثبات ذلك القول. ثم قال رحمه الله وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما، يعني لجمع الأدلة ومناقشتها وعرضها، وقد صنع ذلك بعض الأئمة الفقهاء المحدثين، كما صنع الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، فله رسالة أسماها الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في البسملة من الخلاف، فأورد كل ما يتعلق بالمسألة لأنها طويلة الذيل في كلام الفقهاء. والمصنف رحمه الله ليس في كتابه هاهنا يستقصي الأدلة والأقوال، وإن كان يصنع هذا في غير هذا الكتاب رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ثم ها هنا تنبيه يا كرام، إذا تقرر أن الأكثر من السنة عدم الجهر بالبسملة فهذا يعني أن الجهر بها مشروع في الجملة وليس خطأ، وخصوصا إذا كان القارئ به أو المصلي بتلك الصلاة ممن يعتمد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مذهبا له، فلا وجه لتخطئة ذلك بل ولا الإنكار عليه، بل يشرع بالعكس إذا كان الإمام في بلد أو في قوم أو في حي وقد ألفوا واعتادوا الجهر بالبسملة
أن يجهر معهم فيها بالبسملة ليكون ذلك أدعى إلى ائتلاف أهل المسجد على إمامهم وعدم المشقة أو إحداث الفتنة والخلل لأمر هو جزء من سنة في الصلاة لا يتعلق بصحتها أو بطلانها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به في الصلاة يعني مثل البسملة قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، مثل دعاء الاستفتاح. ألم يمر بنا في الأسبوع المنصرم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مصنف عبد الرزاق قال: إنما أراد بذلك أو لعله أراد تعليم الناس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناً، ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك إلى آخر ما قال. ثم قال رحمه الله: ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة، يعني في الجهر بها، مع أن مذهبهم عدم الجهر بها. قال: وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. قال رحمه الله أيضا: فترك الأفضل لئلا ينفر الناس، وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأما بقوم لا يستحبونه أو بالعكس فوافقهم كان قد أحسن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. طيب، هذه أيضا سنة ثالثة من سنن القراءة. السنة الأولى الاستعاذة، السنة الثانية البدء بالبسملة مع الإصرار بها في الأكثر والجهر بها أحيانا، والسنة الثالثة في القراءة نفسها قال: كانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. ما المقصود بالمد؟ هذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من الدواوين التي روت هذا الحديث. سئل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، كما عند البخاري. ثم قرأ أنس: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الراوي: يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فلما سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت القراءة، ذكر أبرز وصف فيها فقال: كانت قراءته مدا. والمقصود بذلك التؤد والطمأنينة والتمهل في القراءة، ليس الإسراع ولا العجلة ولا وصل الآيات بنفس واحد، بل كانت القراءة مدا. قال: يقف عند كل آية. ولهذا أجمع الفقهاء على أن الوقف على رأس كل آية سنة، فإذا وصل تركت سنة. والسنة أن يقف في كل القرآن ليس في الفاتحة فقط، ويسمي هذا القراء وقفا حسنا حتى لو تعلقت الآية بالتي بعدها من حيث المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، يقبح به أن يقطع القراءة، يعني يقرأ فويل للمصلين ويقف وينصرف، لكن الوقف يعني أخذ النفس للمواصلة وقراءة الآية التي بعدها جائز، بل هو سنة لأنها موضع آية، فيقرأ ولو تعلق المعنى بما بعدها. هذا لأنه اتفقوا على أن الوقف على رأس كل آية سنة، وكذلك في الفاتحة وهي آكد. ما هذا؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ايش يعني على مكث؟ على تمهل. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم
وعلى كثرة الروايات وما سمعوا من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات، في الفجر، في المغرب، في العشاء، في الحضر، في السفر، في الحج، في العمرة، في الغزوات، لا أحد منهم حكى أنه كان يسرع في القراءة أو كان يحضر فيها أو كان يصل الآيات، لا، بل اتفق الجميع على هذا الوصف، القراءة المتأنية بتؤدة وتمهل وطمأنينة، كما كان شأنه عليه الصلاة والسلام أيضا في قراءة القرآن خارج الصلاة. هذه سنة عزيزة اليوم في صلوات المصلين وفي قراءة الأئمة، التؤدة والتمهل في القراءة والطمأنينة فيها وعدم العجلة، بل الوقف على كل آية في الفاتحة خاصة وفي غيرها من القرآن عامة. قال: كانت قراءته مدا يقف عند كل آية. سئلت أم سلمة أيضا رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي تنعت قراءته أنها كانت مفسرة حرفا حرفا، والمقصود المبالغة في الطمأنينة في القراءة. المفسرة يعني التي تتضح من قراءة القارئ، فلا يدخل عندك حرف في حرف في سماعك ولا صوت في صوت، قراءة في غاية الوضوح، لأن التفسير والفسر هو الوضوح وزوال الإشكال. كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وهذا دليل أيضا على ما جاء في نصوص متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة وصفت قراءته، في رواية قالت كانت مفسرة حرفا حرفا، وفي رواية صحيحة عند أبي داود قالت رضي الله عنها بسم الله، وصفت قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تقول رضي الله عنها فيقطع قراءته آية آية. يشهد لذلك يا كرام الحديث القدسي الجليل المتعلق بالصلاة وسورة الفاتحة فيها، والحديث صحيح عند الشيخين، بل هو من أفراد مسلم فيما تفرد به عن البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني الثلاث الآيات الأولى حمد وثناء وتمجيد وكله لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلما جاء إلى الآية الوسطى في الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال نصفها لله ونصفها للعبد، فالذي لله إياك نعبد والذي للعبد إياك نستعين، أستعين بك يا رب أطلب منك العون. فالآية نصفها تمام اعتراف وثناء والتجاء إلى الله، ونصفها بداية الطلب والسؤال الذي يحتاجه العبد من الله، وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والشاهد من الحديث على جلالة ألفاظه ومعانيه وما اشتمل عليه أن الله عز وجل يجعل الصلاة والفاتحة فيها شيئا عظيما بينه وبين عبده، فمهما قرأ أحدكم الفاتحة في الصلاة خصوصا إن كان إماما فيها، والله إذا استشعر هذا الحديث القدسي لا تطيعه نفسه أن يصل آية بآية، لأنه يحب أن يقول الله له إذا قرأ الآية الأولى الحمد لله رب العالمين أن يقال حمدني عبدي، ثم يقول الرحمن الرحيم ليقال أثنى علي عبدي، أن يقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، وهكذا. فاستشعار هذه المعاني وجلالة ما في الفاتحة
مع اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، فيقطع قراءته آية آية، ويقول أنس رضي الله عنه يمد بها صوته أو يمد مدا. كل ذلك معتضد يدل على مسألة التؤدة، الطمأنينة، التمهل، الترسل في القراءة، على عدم العجلة، على عدم الإسراع. وإذا علمت أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله أعطيتها حقها وأنت تقرأها في الصلاة. وإذا علمت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أديتها مستشعرا معناها، حاضرا قلبك خشوعا فيها. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم العجلة بها والتأني في قراءتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. التأمين بعد قراءة الفاتحة بقولك آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. والمؤمن داع بمثل ما يؤمن على دعاء الداعي به. فلو قال أحدنا اللهم اهدنا واغفر لنا وقال الآخر آمين، فهو شريك له في الدعاء. وشاهد ذلك أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون بعدما طغى وتجبر، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الداعي في الآية؟ موسى عليه السلام. قال الله: قال قد أجيبت دعوتكما. من هما؟ موسى وهارون. قال المفسرون: كان هارون يؤمن على دعاء موسى عليهما السلام، فجعل داعيا بمثابة من دعا. فإذا قلت آمين فأنت داع بمثل ما أمنت عليه. قال قد أجيبت دعوتكما. فقول آمين من سنن الفاتحة ومن سنن الصلاة أيضا إذا قرأنا فيها الفاتحة. إنما خلاف الفقهاء وقع في الجهر بها أو الإسراء. فإذا قرأ الإمام سورة الفاتحة في الركعات الجهرية هل نجهر بالتأمين أو لا نجهر؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على الجهر بالتأمين لثبوت ذلك في السنة في عدد من الروايات. والحنفية في مذهبهم يرون الإسرار بالتأمين في مذهبهم المشهور، اعتمادا على ما جاء في بعض الروايات من عدم التصريح بالتأمين وأنه ذكر وليس جزءا من الفاتحة، فيقع الإسرار بها كفاية. قال المصنف رحمه الله: فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في ذكر فضل التأمين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، كيف يعرف المأمومون أن إمامهم أمن؟ إلا إذا جهر بها. قالوا: هذه دلالة ضمنية على جهر الإمام بالتأمين. فإذا عرفنا أنه جهر فنؤمن مثله. ودل الحديث على أن حصول الموافقة مع تأمين الملائكة هل هي موافقة في التوقيت والزمن أو الموافقة في الصفة بأن تقال خشوعا وتعظيما وافتقارا إلى الله، يحصل ذلك الموعود الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه جاء عقبه معلقا عن الإمام ابن شهاب الزهري قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. فدلت الجملة على نسبة ذلك إلى السنة صريحة، لكنه مرسل عن الزهري. قال وأيضا فيما أخرج الترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. قال الإمام النووي إسناده حسن. قال الترمذي رحمه الله حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الترمذي ورواه شعبة بلفظ فقال آمين وخفض بها صوته. قال الترمذي سمعت محمدا يعني الإمام البخاري يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة، يعني أن رواية شعبة عدم الجهر أو الخفض في التأمين رواية مرجوحة، والصحيح الراجح الذي صحح الآئمة كالدارقطني والبيهقي والنووي والترمذي رحم الله الجميع هذا الجهر بالتأمين. بل عند ابن ماجة في حديث وائل بن حجر لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته، في حديث أبي هريرة مطلع الحديث ما هو؟ قال ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته فقال آمين. قال الدارقطني إسناده حسن، وقال البيهقي صحيح، ولهذا فإن معناه صحيح وله شاهد كما قال الحافظ ابن حجر. في زيادة عند ابن ماجة في رواية الحديث قال آمين رفع صوته، قال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، لكن الزيادة هذه لا تصح كما حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن الأدلة الدالة على الجهر بالتأمين كثيرة، هذه السنن التي سمعت في حديث وائل بن حجر، في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي، أيضا مما ثبت في السنة من صنيع الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم يروي ذلك عن عطاء التابعي الجليل قال كنت أسمع الأئمة، يعني أئمة الصلاة، وعطاء من أهل مكة وكان يصلي في الحرم، وكان إمامهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة، أي مسجد؟ مسجد الحرام. قال إن له لجة، يعني صوت مرتفع من ارتفاع الصوت بالتأمين. وهذا الأثر عن الإمام عطاء أخرجه الإمام البخاري معلقا وجزم بصحته عن عطاء، ثم بوب فقال باب جهر الإمام بالتأمين، وقال عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال البيهقي أيضا عن ابن عمر كان يرفع بها صوته إماما كان أو مأموما. وأثر ابن عمر أيضا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال نافع كان ابن عمر لا يدعه، لا يدع ماذا؟ الجهر بالتأمين في الصلاة. قال كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا، يعني ذكر في ذلك أجرا وثناء ووعدا كريما بما ثبت في السنة لمن يؤمن ويجهر بالتأمين. أيضا أخرج البيهقي وابن حبان عن عطاء قال أدركت 200 من الصحابة، صحابة إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين. وأما الإمام البخاري رحمه الله فكما بوب باب جهر الإمام بالتأمين قال أيضا باب جهر المأموم بالتأمين، وأورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا. ما وجه ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك. هو يقول قولوا آمين إذا أمن الإمام فأمنوا، لو كان التأمين سرا لقال إذا أمن الإمام فأمنوا سرا، فإذا أطلق فإن الأمر بالقول يحمل على
الجهر، فهذا وجه المناسبة. قال الإمام ابن رشد: تؤخذ المناسبة من جهات، منها أنه قال: إذا قال الإمام فقولوا، فقابل القول بالقول، والإمام إنما يقول ذلك جهرا، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. ويقول أيضا الإمام النووي: ويجهر بالتأمين الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية. قال: والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا. الإمام ابن القيم المصنف رحمه الله قال كلاما أيضا موجزا لهذه المسألة في كتابه الآخر إعلام الموقعين، فقال: ما خلاصته؟ السنة المحكمة الصحيحة الجهر بالتأمين في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ولولا جهره بالتأمين لما أمكن للمأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين. قال: وأصرح من هذا حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وتقدم ذكرهما قبل قليل. قال: سئل الإمام الشافعي: هل يرفع صوته بآمين الإمام؟ هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، ويرفع بها من خلفه أصواتهم. قيل له: وما الحجة؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، فيه دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر، لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه. قال الإمام ابن عبد البر المالكي: قال الكوفيون، يقصد الأئمة الحنفية، وبعض المدنيين يعني بعض المالكية لا يجهر بآمين، يعني الإمام لا يجهر بالتأمين. ثم قال: وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وأهل الحديث يجهر بها. ثم قال ابن عبد البر: وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدنا اليهود على شيء ما حسدونا على آمين. هذا موجز خلاف الفقهاء في المسألة يا كرام، ونستفيد منه فائدتين اثنتين كبيرتين. إحداهما إثبات السنة، وهي الجهر بالتأمين في الصلوات الجهرية للإمام وللمأموم على حد سواء، والأدلة ما سمعتم. والفائدة الثانية أن عدم الجهر بالتأمين قول معتبر لبعض فقهاء الإسلام، وهم الحنفية وبعض المالكية كما نقل ابن عبد البر رحم الله الجميع. فإذا كان أيضا قولا معتبرا ومذهبا متبعا وله حظ من النظر وليس باطلا، فينبغي اعتبار ذلك وتقديره في الجملة، فلا ينكر على من لم يجهر بالتأمين. نعم، يدعى الناس إلى السنة، لكن هذا شيء، وإنكار هذا بما قد يسبب إيغارا للصدور أو فتنة من باب أولى أن لا يكون هذا موضعا ينشأ من أجله في الصلاة فرقة بين أهل المسجد، أو خلاف بين المصلين في الوقت الذي إنما شرعت فيه الصلاة والجماعة لائتلاف القلوب واجتماع الناس. إنما نتعلم السنة ونبحث عن مواضعها. وتقدم قبل قليل قول شيخ الإسلام في مراعاة طالب العلم الحكمة في ائتلاف قلوب الناس، سواء كان إماما أو مصليا في مسجد. فإذا جئت إلى مسجد جماعة وجدتهم ممن لا يجهر بالتأمين، وصليت معهم إماما أو مأموما، فأراعي ذلك فلا أجهر بالتأمين موافقة لهم. وإذا كان العكس فكذلك، إذا أتى من لا يرى الجهر بالتأمين مسجد جماعة وهم يجهرون، جهر بها معهم مشاركة لهم، ولا يعد أن يكون القول في المسألة اجتهادا، وهو محل اختلاف معتبر سائغ في الجملة، فلا ينكر فيه على أحد. لكن محل الخلاف دائما يتردد فيه القول بين راجح ومرجوح. نسأل الله الرحمة والأجر العظيم لأئمة الإسلام الفقهاء، ولنا أن يسلك بنا سبيلهم في العلم والهداية والرشاد. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل بل هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثة. الآن إذا كبرت في الصلاة تكبيرة الإحرام ووضعت يديك على صدرك وبدأت وقرأت دعاء الاستفتاح،
ثم الاستعاذة ثم البسملة والفاتحة. ما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن السكتات في الصلاة؟ عندنا بعض الأحاديث. أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا واضح أن هناك سكتة. عنها جاء أبو هريرة يسأل رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أي تكبير؟ تكبيرة الإحرام، والقراءة الفاتحة، فها هنا سكتة. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث في ذكر دعاء الاستفتاح الذي تقدم ليلة الجمعة الماضية. فهذه سكتة، وموضع السنة فيها ذكر دعاء الاستفتاح. السؤال: أكان يسكت صلى الله عليه وسلم في وقوفه قبل الركوع سكتة سوى هذه؟ الجواب نعم، كان يسكت سكتة ثانية. هل هي بعد الفراغ من الفاتحة وقبل قراءة السورة التالية، أو هي بعد قراءة ما تيسر عقب الفاتحة وقبل الركوع؟ هذه ثلاثة مواضع اختلف فيها العلماء. سيرجح المصنف أنها سكتتان: السكتة الأولى لدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية عقب الفاتحة سكتة يسيرة، وأما التي قبل الركوع فسكتة لطيفة لأجل رد النفس وعدم وصل آخر آية من القراءة بتكبيرة الركوع. فإذا كان يقرأ مثلا سورة الأعلى فما يقول صحف إبراهيم وموسى الله أكبر، فيفصل بسكتة: صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. فهذه مواضع السكتات يشير المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بها. وبالجملة فالفقهاء رحمهم الله أيضا في هذه المسألة على مذاهب. فيقول الإمام مالك رحمه الله: لا سكوت في الصلاة بحال، يكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة، ويرون أن الصلاة موضعها قراءة القرآن وبقية الأذكار، إما لعدم ثبوت الرواية عندهم أو لمقابلتها لما هو أرجح. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها سكتة واحدة للاستفتاح لحديث عمران الآتي بعد قليل رضي الله عنه. وأما الجمهور شافعية وحنابلة، وهو مذهب أيضا بعض السلف كالحسن والأوزاعي وقتادة، أنها سكتتان كما قال المصنف هنا. نعم. وكان له، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة في حديث دعاء الاستفتاح الذي تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع. فالذي يرى أنها بعد الفاتحة قال: المقصود منها إتاحة قراءة الفاتحة للمأموم، فيسكت الإمام ليكون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة. لكن هذا القول لا يساعد عليه الدليل، إذ ثبت أن السكتة يسيرة لا تكفي لقراءة الفاتحة، فليس هذا من مقاصد السكتة التي بعد الفاتحة. نعم. وقيل: بل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. إذن السكتة الأولى فيها متسع، والغرض منها قراءة دعاء الاستفتاح للإمام وللمأموم. وأما السكتة الثانية فسواء قلنا بعد الفاتحة أو بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع فهي سكتة يسيرة. يقال هذا يا كرام نتعلمه هدياً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطبقه في الصلاة، نفهم بها صنيع أئمتنا في الصلوات. ولماذا يفعلون ذلك؟ إنما هو اتباع لما ثبت عن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والثانية قد قيل فيها إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط،
فهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. حاول رحمه الله أن يزيل الخلاف بين الأقوال، وأن من قال هما سكتتان لا يختلف عن من قال إنها ثلاث سكتات، على النظر في السكتة الثالثة التي قبل الركوع، فلقصره الشديد أسقطها بعضهم فلم يعدها سكتة، ولكونها فاصلا جعلها بعضهم سكتة، والأمر في هذا يسير إن شاء الله. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: يبين ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمرة بن جندب، وقد قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث سمرة يا كرام هو الذي أخذ منه عدد السكتات، قال رضي الله عنه: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتيك في الرواية كلام المصنف، قال: فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال: حفظنا سكتة. قال: فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة، يعني الصواب مع سمرة أنهما سكتتان لا واحدة. ثم قال سعيد، يعني يقصد في الإسناد سعيد بن مسيب، فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ فقال قتادة: إذا دخل في صلاته، يعني سكتة دعاء الاستفتاح، وإذا فرغ من القراءة، قراءة الفاتحة أو قراءة السورة التي بعد الفاتحة، محتمل لهذا وذاك، ولأجل هذا وقع الخلاف في تعيين موضع السكتة الثانية. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين، يعني بعد الفاتحة، قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وفي بعض طرق الحديث: وإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام: سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة أنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. نعم، أشار رحمه الله في ختام الرواية إلى مسألة محل خلاف، هي محل خلاف عند المحدثين في احتجاجهم بما يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، فإن في قبول روايته عنه خلاف شهير، كخلافهم في رواية الحسن أيضا عن أنس، وبعض الصحابة أدركهم أو لم يدركهم في الخلاف الشائع في روايته عنهم رضي الله عنهم ورحمه. فالمقصود من ذلك أن تعيين السكتة الثانية أهي بعد الفاتحة أو قبلها، فمن يقول هي قبلها يحتج بالرواية عن قتادة، والرواية عن قتادة فيها إجمال وتفصيل، فمرة قال: إذا فرغ من القراءة، هذه مجملة، ومرة قال: إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجيح آخر، قال: الصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلط، يعني من قال إنها بعد الفاتحة أو قبلها، فإحدى الروايتين غلط وليست موضعا ثالثا حتى يقال هي ثلاث سكتات. قال: وإلا كانت ثلاثا، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وأنه لا يستحب إلا سكتتين. والثانية قال: عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع. قال: وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد. وقال أيضا رحمه الله: لم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات،
فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سكتات أو 4 سكتات فقد قال قولا لم ينقله أحد عن أحد من المسلمين. فهذا المقصود به في الجملة بيان المواضع التي يسكت فيها الإمام. الأولى هي السكتة لقراءة الاستفتاح، والثانية أهي قبل الفاتحة أو بعدها، مع الاتفاق على أن التي بعد الفاتحة والسورة قبل الركوع سكتة يسيرة لأجل رد النفس للقارئ قبل الركوع، وفصلا بين القراءة والركوع. انتهى هنا حديثه رحمه الله عن سورة الفاتحة، ثم قال: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، ثم انتقل لبيان ما السنة في قراءة السورة بعد الفاتحة. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.